نحن على امتداد 100 عام نعيش ظلم وجور وخوف وترهيب. منذ اللحظة الأولى تولد فيها تحاط بالخوف والترهيب والمطاردة والتنكيل. ولدنا وأجواء الترهيب، حتى الجدران كنا نخشاها، حتى الجدران ما ندري ما نعرف من ترهيب الظلم والجور اللي كان يقع علينا في هذه البلد. أنا عمري 50 عام، أكثر نصف قرن، منذ ولادتي إلى يومي هذا ما شعرت بأمن ولا أمان في هذه البلد منذ نعومة الأظفار، لأن أنت منتهى متهم على كل حال في كل مكان ومهدد في كل لحظة. وهذا ما صرح به مدير المباحث لي شخصيا حينما اعتقلت، قال أنتم الشعب كلكم لازم تقتلون، هذا منطقهم كلكم. مدير المباحث في المنطقة الشرقية نفسه، ما زال المخطط في الذهن موجود، قيام بعمل مجزرة بسفك دماء، اهلا وسهلا حاضرين، دماؤنا رخيصة دفاعا عن قيمنا، لا نخاف الموت ونعشق الشهادة. قبل أشهر بدأت شعلة روح الكرامة تتقد في نفوس الشباب، مشعل الحرية يتوهج، طلعت الناس تعبر، تريد إصلاح، تريد كرامتها، تريد حريتها. معتقلون أكثر من 16 عام موجودين في السجن ظلما وزورا، وبعدها دخل درع الجزيرة والجيش السعودي وانتهك البحرين وقمع، وثم اعتقالات تلو اعتقالات. زين، فمن الذي أثار الفتنة والشغب؟ مثيري الفتنة والشقاق والشغب في بلدة عوامية، وهي السلطة وليس الشعب. وسنبقى ندافع عن المعتقلين الماضين والحاضرين، ونقف معهم، وما عدنا مانع نعتقل وياهم، بل ما عدنا مانع يسفك دمنا من أجلهم والدفاع عنهم. وسنبقى أشد وأعظم نتضامن مع البحرين، أهلنا في البحرين. لو لم يتدخل الجيش السعودي ولا درع الجزيرة لكان واجبا علينا أن نقف وندافع عن شعب البحرين وهم أهلنا، فما بالك الجيش السعودي هو الذي يشارك في القمع والقتل وهتك العرض وسلب المال. بعد بيعاز من دولة خارجية، هذه الشماعة المكذوبة، في عام 1399، طبعا الدولة الخارجية مقصودة إيران، لأن ما أدري إيران هي تركية دولة أوروبية أمريكا، بس هي عادة تقصد إيران، وأنا بجي في هالحكايات أيضا بنعلق عليها. في عام 1399 انتفضت العوامية دفاعا عن كرامتها حينما اعتدت عليها قوات الشغب في ليلة العاشر من محرم، قبل أن يسقط الشاه وقبل أن توجد الجمهورية الإسلامية في إيران، قبل 4 أشهر من سقوط الشاه 1399، جماعة تعبر عن شعيرة تعزي يا حسين، لا سياسة ولا أمن ولا شيء، يا حسين قوات الأمن تجي تعترضهم وتعتدي عليهم وتصير المواجهات، ناس دافع عن عقيدتها عن نفسها عن عرضها. وفي ذيك الليلة يعتقلوا 100 شخص في ليلة واحدة 1399، قابل سقوط إيران، وين الدول الخارجية؟ وقبلها وين الدول الخارجية؟ عيب، استحوا على وجوهكم، إيران دا قايمة تصنع قدرات عسكرية فيكم خير، روحوا صنعوا بدل هالحكايات. إيران على الأرض تشتغل تصنيع عسكري تقدم، احنا ما لنا شغل على قضية إيران، وما أنا بس أنا أتكلم عليكم أنتم هالعقلية، بدل ما تحجوا هذا الحكاية بإعاز دولة خارجية، تفضلوا اقطعوا علاقتكم يا إيران، اقطعوا علاقتكم يا إيران، فكونا شكوا احنا كل شيء، قلتوا دولة خارجية، اتجرأوا وقولوا اسم الدولة، ما عندكم جرأة حتى اسم الدولة تذكروها؟ بعدين في الأخير هناك قالوا سنضرب من حديث في مقطع آخر، تفضلوا اضربوا من حديث الدولة الخارجية، تضربون احنا؟ تضربون احنا 50 نفر 40 نفر المساكين؟ إذا دولة خارجية اضربوا رأس الأفعى، اضربوا إيران
إذا كنت تقصد إيران أو غيرها ضربوها بنشوف. هل يد الحديدية هذه الهيتش تطلع يد كرتونية أمام الدولة الخارجية؟ عجب. لا نرتبط لا بإيران ولا بغير إيران ولا نرتبط بدول أخرى، نرتبط بقيمنا وسنبقى ندافع عن قيمنا مهما غررتم، مهما كلماتكم شوهتوا وإعلامكم يشوه. الآن دكوا درع الجزيرة وجيش السعودي مستنقع بحرين يصعب عليه الخروج، تورط، ما حقق هدفه، ما يقدر يطلع، خلى في المستنقع، وسيكون هنا مستنقع أسوأ منه. إذا حفر مستنقع هنا سيكون أسوأ منه، لأن نحن هنا الداخل، لا بالعنف ولا بشيء، بإرادتنا، بإيماننا، بثباتنا، بصمودنا، تنهزم كل عنفوانكم ينهزم. عدنا إرادة نقاوم ظلمكم وجوركم ولن نتنازل. أقصى ما تفعلون هو الموت مرحبا بالشهادة في سبيل الله. لن تنتهي الحياة بموت الإنسان، تبدأ الحياة الحقيقية بموته. إما نعيش على هذه الأرض أحرار أو نموت في باطنها أبرار، لا خيار لنا غير ذلك. فنحن نتولى الله ورسوله وأهل بيته بس، ما نتولى حاكم أبدا، لا ولاية لأي حاكم علينا مهما كان. السلطة لا تعطي الولاية ولا تعطي شرعية للولاية، الولاية من الله، شرعيتها من الله، هي جعل من الله، ولا يجعل الله الولاية لظالم، لا ينال عهد الظالمين. احنا ما عدنا لا لدول أخرى ولا مرجعيات أخرى ولا لهذا الوطن. ما هو هذا الوطن؟ من الوطن؟ النظام الذي يظلمني، النظام الذي يسلب مالي، يسفك دمي، ينتهك عرضي، ما هو المقصود من الوطن؟ النظام؟ لو لسنا الحاكمة؟ لو التراب؟ ما أدري شنو الوطن. الولاء لله بس، أعلننا، نعلن أن ولانا لله لا لآل سعود، ولانا لله لا للوطن، ولانا لله لا لأي دولة أخرى، ولانا لله ومن جعله الله ولياً بس. إذا فيهم خير هذه اليد الحديدية تستخدمها مع الدولة اللي غررت بالناس، إذا كانهم صحيح يقولون تفضلوا، شدتهم على الناس، شدتهم على الضعيف، اضرب رأس الأفعى وبنشوف هذا إعلامكم إلا إحنا وإحنا وين، وبنحطم إيران وعطونا، تفضل ذكيرة روح حطموا فكونا، حطموا إيران وريحونا حتى ما يصير أحد يغرر بينا، ريحونا منهم، اضربوهم بيد من حديد، كافي علينا إحنا، ليش اليد الحديد علينا وعلى البحرين؟